شاركت في الماراثون مشروع الوطني للكراسه، طبعا الرياضه مفيده للصحه، وطبعا عشان مراكز شباب كتير جايه واليوم كان جميل جدا، واتمنى ان هم يعيدوا اليوم ده كمان وهم تحدوا الصعوبات وكانت الدنيا مطر، بس طبعا شاركوا وادوا كل حاجه. كابتن مصطفى حسين، فضلت على المركز الثاني في ماراثون تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه وضمن مشروع الوطني للقراءه، ودي مبادره جميله حثنا على القراءه واهميه القراءه والدمج بين القراءه والرياضه وازاي ان هم مهمين في حياتنا ومجتمعنا. الحقيقه يوم لذيذ، كان الجو صعب بس كلنا اتجمعنا الحمد لله يعني، وكان في انضباط بشكل كويس مع صعوبه الجو والهواء وكده، بس كان يوم كويس. استمتعت جدا جدا، وكفايه شفنا اصحابنا وحبايبنا، وان شاء الله تتكرر كتير في السنين دي. مصر بألوان المعرفه.